سلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى حصتكم زوم سبور. زوم سبور لنهار اليوم سنخصصها للحديث عن المباراة الفاصلة التي تجمع منتخبنا الوطني أمام نظيره البوركينابي. لإثراء الحديث أكثر نستضيف معنا السيد فريد أيد سعادة، صحفي مختص في شؤون المنتخب الوطني بيومية لوبيتر. فريد، أهلا، أهلا بك في بلاطو النهار. أهلا فتح، وشكرا على الاستضافة. مشاهدينا، قبل الخوض أكثر في الحديث نتابع وإياكم هذا الفتيار لزميل محمد قريشي، ثم نعود. من أرض الكنانة مصر، وبالضبط من مقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المتواجد بالعاصمة القاهرة، تعرف الجزائريون على المنافس الذي سيواجهه المنتخب الوطني الجزائري في لقائي السد ذهابا وإيابا شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين لحسابي الدوري الفاصل المؤهل مباشرة إلى مونديالي البرازيل الخاص بالقارة الإفريقية. فمن مصر، إثيوبيا، الكاميرون، السنغال وبوركينا فاسو، وهي منتخبات المستوى الثاني، اختارت القرعة المنتخب البوركينابي كمنافس للخضرة في المواجهة الحاسمة والرهانية الأكبر الذي ينتظر رجال حليوزيتش منذ 4 سنوات. أما الهدف فهو تحقيق المشاركة الثانية على التوالي في أغلى المسابقات على وجهي المعمورة كأس العالم. وإن كان تاريخ المواجهة الرسمية بين المنتخبين في صالحي المنتخب الوطني الجزائري ب4 انتصارات تعادلين وخسارتين، فإن مستوى المنتخب البوركينابي تحسن كثيرا في سنواته الأخيرة، أين بدأ هذا المنتخب ينافس أكبر المنتخبات الإفريقية بعد تفوقه على التشكيلة الوطنية في أخير مباراة رسمية جمعته بالمنتخب الجزائري سنة 2001 بهدف لصفر في حساب تصفيات كأس إفريقيا، وبلوغه الدور النهائي من كان 2013 التي خسرها بصعوبة كبيرة بهدف واحد ضد المنتخب النيجيري. إلى أن الكرة الكلاسيكية منحت منتخبنا الوطني أفضلية لعب مباراة الإياب على أرضه لتكون كل الظروف مواتية في وجهي الناخب الوطني لتسيير المباراتين على أحسن وجه وتحقيق حلم ملايين الجزائريين الذين يرون أن الأفنك يتواجدون في أحسن رواق أكثر من أي وقت مضى في لعب مونديال البرازيل. كما وضعت القرعة شقيقتين تونس في مواجهة الكاميرون ومصر ضد غانا، أما باقي المباريات جمعت نيجيريا في مواجهة إثيوبيا والكوت ديفوار ضد السنغال. هي إذن مباراة واحدة بفصليها ذهابا وإيابا تفصل ألوان الراية الوطنية عن التحليق والحضور في مختلف الملاعب البرازيلية ضد منتخب لم يعش أجواء مونديالية من قبل. إذن فريد، سنواجه المنتخب البوركينابي في مباراة الفاصلة، هل يمكن القول أن القرعة ابتسمت للمنتخب الوطني أم العكس فريد؟ قبل القرعة كنا نعرف أن أي منتخب سيواجهه الفريق الجزائري سيكون قوي، لأن هذه المنتخبات الخمسة التي كانت في المجموعة الثانية تأهلت عن جدارة إلى هذا الدور الفاصل. صحيح كنا نتمنى تفادي بعض الفرق، الفريق المصري بالدرجة الأولى نظرا للحساسية بين البلدين، الفريق الكامروني لأنه عنده عادات في هو من المعتادين على المشاركة في كأس العالم، كنا نود أن نتفادى السنغال لأن فريق السنغال عنده صعب اتجاه الجزائر. إذن الجزائريين كانوا يتمنون أن يكون تكون مواجهة ضد إثيوبيا بالدرجة الأولى أو بوركينا فاسو، لأن الفريقين هذو هما الأضعف بين قوسين، أضعف ليس في الميدان لكن أضعف من حيث السجل ومن حيث الخبرة على المستوى الإفريقي. الحمد لله القرعة جابتنا فريق بوركينا فاسو، ولحسن حظنا أن المباراة الإياب ستكون في الجزائر. أنا أقول لحسن حظنا لأن مبدئيا الفريق الذي يستقبل في اللقاء العودة عنده الأفضلية، لأنه على باله بنتيجة مباراة الذهاب، على باله واش لازم يدير، شحال لازم يربح باش يتأهل يكون عامل الجمهور. لكن كرة القدم فيها العديد من المفاجآت، نتمنى أن هذا العامل سيكون فعلا في صالح الفريق الوطني. فريد، إذا لا مجال للخطأ للخضر، منتخب بوركينا فاسو منتخب حسب قولك متواضع ويمكن التأهل عليه، هل هذه معطيات ما تفرش ضغط على المنتخب الوطني أنه يلعب أمام منافس
هو كان حتى هذا المنافس كان في نهائي كان 2013 فريد. أولا ما قلت منتخب متواضع، قلت هو أضعف الأقوياء، يعني لازم يكون الكلام نسبي، ليس متواضع مقارنة بالفرق الأخرى في المجموعة الثانية، لكن فريق هو فريق ممتاز، خاصة في هذا عام 2013. هو لعب نهائي كأس إفريقيا في إفريقيا، أمام جنوب نيجيريا، إفريقيا أمام أمام نيجيريا، نيجيريا. وخسر بصعوبة، وأنا كنت في الملعب وعلى بالي بفريق قوي ويجب أن يحتاط لهذا الفريق، لكن الفريق ليس له خبرة. صحيح سيكون الضغط على اللاعبين الجزائريين، لأن ما كانش حتى كما يقولوا في الدجاج، ما كانش حتى سبة. الفريق الوطني عنده لاعبين الآن ينشطون في فرق كبيرة، عندهم الإمكانيات، عندهم الحظ في جانبهم، لأنهم سيلعبون الفريق مباراة العودة في ميدانهم. ما كان حتى سبب يمكن أن يبرر أي إخفاق، لذا فالضغط سيكون على الجزائريين أكثر مما كان عليه لو كان الفريق الخصم هو فريق كبير مثل الكامرون أو مصر. نتكلم بكل صراحة، هل منتخب حلوزيتش أقوى من منتخب سعدان؟ لا، هو مبدئيا أقوى من حيث اللاعبين، لأن رابح سعدان نقولها صراحة لم يكن لديه لاعبين من هذا المستوى، لاعبين يلعبون في انتر ميلانو وفي فالنسيا وفي بريمير ليج مثل جاديورا، لا في جاديورا في وقته كان يلعب في بريمير ليج، لكن لم تكن له تجربة. لاعبين يلعبون أربعة أو خمس لاعبين في الليغا، أقوى دوري في أوروبا، لا لاعبين الحاليين أقوى من اللاعبين الذي كان يمتلكهم رابح سعدان، لكن يجب أن يبرهنوا في الميدان. إذا نحن مطالبون بالتأهل إلى المونديال. فريق سعدان تأهل إلى المونديال، وفريق علي لوزيج مطالب بالتأهل إلى المونديال، ولن يكون له أي مبرر في حالة الإخفاق. فريد، هل من صالح المنتخب الجزائري الآن أنه ما يواجهش؟ شفنا ارتياح لعدم مواجهة مصر، هل من صالح المنتخب الجزائري عدم مواجهة مصر في المباراة الفاصلة؟ هو في صالح المنتخب الجزائري والمنتخب المصري كذلك، لأن حتى الشعب المصري بحكم الأزمة التي يمر بها، بحكم عدم الاستقرار الأمني والسياسي، ليس في صالح الشعب ولا في صالح السلطات المصرية أن تكون مواجهة بين الجزائريين ومصريين. لذا لاحظنا في هذه الصبيحة بعد القرعة أن حتى الصحفيين المصريين ارتاحوا شويه، بركوا حيسلموا على الجزائريين، يعطيكم الصحه ما طحناش معاكم. لكن صح، بحكم الحساسيه المفرطه بين البلدين من الاحسن يتفادى، والحمد لله الفريق الجزائري تفادى الفريق المصري. فريد، انت تعرف مليح ممكن منتخب بوركينا فاسو، ما هي نقاط قوه ونقاط ضعف هذا المنتخب؟ اظن ان حاليا نقطه قوه الفريق البوركينابي هو أنه واثق من نفسه. لماذا؟ لأن قبل كأس إفريقيا للأمم حتى واحد ما كان يسمع بوركينا فاسو. فريق كان العالم اكتشف هذا الفريق خلال هذه الكان، لعب الدور النهائي، خسر بصعوبة أمام نيجيريا، وفي ذلك الوقت الفريق البوركينابي كان عنده صفر نقاط في تصفية كأس العالم، بعد مباراتين صفر نقاط لأنه خسر مباراتين. وأنا شخصيا تحدثت مع المدرب بعد النهائي، لأن أنا حضرت النهائي، غطيت النهائي، سألته قلت له الآن حققت إنجاز كبير، هل تفكرون في وثبة أخرى تروحوا لكأس العالم؟ قال لك المعطيات ليست في صالحنا في هذا الوقت، لأن خسرنا مباراتين، وفريق الكونغو كان عنده ست نقاط يعني أربع مباريات، قال لك لكن سنحاول، والفريق حاول، فاز بأربع مباريات متتالية واستطاع أن يتأهل لكأس العالم. إذن الآن الثقة لدى الفريق البوركينابي، والحافز المعنوي سيكون لدى الفريق البوركينابي، لأنه أو يقول أنا راح نواجه فريق الجزائر اللي عنده ثلاث مشاركات في كأس العالم، اللي عنده لاعبين لعبوا في أوروبا، معنويا حيكونوا
حيواجه منتخب قوي. لا أكثر نظريا منتخب قوي أي. الجزائر يقول لك معنا ما نخسره، اذا حيكون له نفس الحوافز اللي كانت عند الفريق الجزائري في 2009 ضد فريق. لكن سمير حكا فريد لو نتابع اليوم تصريحه كان اكد عبر عن ارتياحه، مدرب منتخب بوركينا فاسو بيت عبر عن ارتياحه لمواجهه الجزائر، كان خايف من نيجيريا من 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 غانا، قال لك انه الجزائر منتخب نقدروا نتفاوضوا معاه. لا هو يفكر هكذا، وعلا لان الفريق الجزائري والفريق البوركينابي التقيا في لقاء ودي في اول جوان هنا في الجزائر، اذا عنده معطيات على الفريق الجزائري. كان فاز المنتخب الجزائري فريد بهدفين مقابل صفر. صحيح كان هناك غيابات من الجانبين، بيتروي با ما لعبش، الجانب الجزائري كان غيابات كثيره لان كانت فتره التحضيرات وكان لاعبين مازال ما من الصعب الحكم على المنتخبات. ايوه كان لاعبين كانوا يخموا على لي ترونسفير تاعهم، كانوا مازال ما على بالهمش وين يلعبوا. لكن مدرب المنتخب البوركينابي خدا فكره على الملعب، خدا فكره على الجمهور، وخدا فكره على الفريق الجزائري، اذا يعرف الفريق الجزائري اكثر مما يعرف الفرق الاخرى باستثناء نيجيريا لانه واجه نيجيريا في نهائي كاس افريقيا ومعنويا ما حبش يواجه نيجيريا. فريد، هل الاتحاديه الجزائريه لكره القدم اليوم برئاسه الوراوة قدمت كل ما يحتاجه المنتخب الوطني؟ هل المنتخب الوطني لديه الان كل الامكانيات؟ بكل صراحه فريد، بكل صراحه ما كانش فريق الوطني منذ الاستقلال توفرت لديه إمكانيات كما هذا المنتخب في كأس إفريقيا الفارطة، المنتخب الوحيد اللي تنقل لجنوب إفريقيا برحلة خاصة، لاعبين راهم مرتاحين، كل الإمكانيات عندهم، سيدي موسى بشهادة علي لوزيج اللي درب عدة فرق في أوروبا وفي إفريقيا يقول لك هدايا جوهرة هذا المركز هدايا، عندهم تنقلات تاعهم بطائرات خاصه، المنح كاين، منح الفوز، منح التاهل ما كان حتى مبرر. اذا كل الامكانيات، ولو كان هناك اخفاق سيكون اخفاق اللاعبين والمدرب وليس إخفاق. هذا ما اردت سؤالك فيه، اسبقتني فريد، هل نعتبر الان هو اخفاق؟ اذا كان لا قدر الله حدث اخفاق، هل هو اخفاق المدرب أم إخفاق اللاعبين؟ لا إخفاق المدرب واللاعبين. فريد شفنا لكن ليس الاتحاد، لا الشهادة لله، الاتحادية وفرت كل الإمكانيات، ما كاش واش حاجة خصت الفريق الوطني، ما كاش. فريد شفنا حليلوزيش تصريحاته كان متخوف بعض الشيء، يقول لك أن القرعة ما تساعدنيش، أنا في كل